وصفوه بأن هو ثعلب المخابرات المصرية، لأنه نجح في إسقاط أضخم شبكة تجسس للموساد الإسرائيلي في قلب مصر من خلال عمليات مخابراتية تمت بالتنسيق شخصيا مع الرئيس جمال عبد الناصر ومع صلاح نصر مدير المخابرات المصرية، الفنان سمير الأسكندراني اللي نجح في اختراق جهاز الموساد الإسرائيلي، ونجح في أن هو يصطاد كل ضباطهم في عمليات وصفوها بأن هي أخطر وأهم عمليات مخابراتية في مصر. تفاصيل ومعلومات خلال الحلقة ديت، لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. انا احمد عبد الهادي وانت من حقك تعرف. سمير فؤاد الاسكندراني اتولد في حي الغورية بالقاهرة يوم 8 فبراير سنة 1938. الاسكندراني نشأ على سهرات وامسيات الثقافة والفن والابداع والغناء اللي كان بيقيمها والده فوق سطح بيتهم، عشان كده عشق الفن والثقافة من صغره. والدته هي الدكتورة ماريا هايدرو، وديت كانت استاذة بجامعة فيينا، وفي مرحلة الشباب والانطلاق اتنقلت عيلته من الغورية لشارع عبد العزيز وسط القاهرة، وفي الشارع ده اتعرف على عادات وتقاليد ايطالية ويونانية وانجليزية بسبب وجود الأجانب هناك، وأياميها حب بنت إيطالية اسمها يوليندا، ويوليندا عملت تحول كبير جدا في حياة سمير الإسكندراني، بسببها عشق كل شيء له علاقة بإيطاليا، وقضى بصحبتها أيام وليالي فوق سطوح بيتهم بشارع عبد العزيز، وعشان خاطرها قرر يدرس ويتعلم اللغة الإيطالية، وتفوق في الإيطالية بشكل ملحوظ، وحصل على منحة دراسية بمدينة بروجيا الإيطالية لدراسة الأدب واللغة الإيطالية، وسافر إيطاليا، وقضى المنحة الصيفية بتاعته في إيطاليا، ورجع للقاهرة، وكله لهفة وشوق لحبيبته يوليندا، لكن كانت المفاجأة إن الست يوليندا خلعت مع أورلاندو صديقها القديم وسافر أوروبا عشان يتجوزوا هناك، ورغم صدمته ديت إلا إن هو ما استسلمش، قرر يهتم بدراسته الإيطالية لحد ما حصل على منحة تانية في جامعة بروجيا اللي سافر ليها في الصيف التالي، وفي بروجيا اتعرف على شاب بيدرس في الجامعة وبيتكلم اللغة العربية بطلاقة مدهشة، وبيتكلم كمان اللغة الإيطالية والإنجليزية والفرنسية، وبدأ الشاب ده يتودد لسمير الإسكندراني وقدم نفسه وقال إنه اسمه سليم، وبقت صداقة ما بين الاثنين، الإسكندراني وسليم. سليم قال للإسكندراني إن هو جنب الدراسة بيعقد بعض الصفقات التجارية اللي بتتطلب منه السفر لبعض الدول التانية أو بعض المدن الإيطالية. سليم كان دايما معاه بنات بيصرف عليهم بسخاء على غير عادة الطلاب، وده خلى الفار يلعب في عب سمير الإسكندراني، واللي زود الشكوك أكتر إن الإسكندراني عرف إن سليم أصلا مش عربي الأصل وإن معاه جواز سفر أمريكي، واستخدم سمير ذكائه الفطري وقرر يعرف إيه حكاية سليم وليه سليم تقرب منه بالشكل الكبير ده، ويبدو إن سليم كان بيخطط لسمير الإسكندراني خطة تانية خالص، لأنه في يوم جه لسمير وقال له طبيعتك وشكلك محيرين خالص يا سمير، لأن شكلك أقرب للشكل الغربي مش العربي خالص، فأنت إيه أصلك؟ لقاها سمير فرصة لمعرفة نوايا سليم. سمير استغل معلومات عن الأجانب واليهود والمجتمع الأوروبي واللي اكتسبها من شارع عبد العزيز بالقاهرة، وابتكر قصة سريعة جدا نسجها في خياله، فادعى سمير إن جده الأكبر كان أصلا يهودي وأسلم عشان يتجوز جدته، لكن رغم إسلامه إلا إن هو كان بيميل لأصله اليهودي، وده اللي دفع أبو سمير إن هو يهاجر للقاهرة، وهناك عرف أمه اللي بتميل للطابع اليوناني وتجوزها، وسمير قال له إن هو أساسا قرفان من مصر والمصريين وإن هو بيميل لجذوره اليهودية، وسقط سليم في الفخ اللي نصبه له سمير وقال له بص يا سمير أنا كمان مش مصري أنا أصلا يهودي، كانت طبعا فرصة قرب فيها سليم من سمير أكتر، لحد ما في يوم سليم أخذ سمير وقدمه الراجل اسمه جونسون شمات، وقال لسمير إن جونسون ده رجل أعمال، ثم اختفى سليم في ظروف غامضة. سليم رمى الضحية في شبكة الصياد وكده دوره انتهى، وبدأ الصياد يدرس ويبحث قيمة الضحية، واتضح بعد كده إن جونسون شميت ضابط بالموساد الإسرائيلي. سمير كان قلقان من اللي عمله، مش عارف إذا كان ده صح ولا غلط، شاب مصري صغير في مقتبل العمر لوحده في مواجهة مجهول مش عارف نهايته إيه، ورغم كل ده قرر ان هو يجازف ويكمل للاخر، وفضل جونسون يتكلم مع سمير، وسمير يعترف له بكراهيته لنظام جمال عبد الناصر ورغبته في الشغل ضده، ووقع جونسون في مصيدة سمير الاسكندراني، عرض على سمير ان هو يشتغل معاه لصالح منظمة البحر الابيض المتوسط لمحاربة الشيوعية والاستعمار، والكلام ده طبعا مقابل راتب شهري ثابت ومكافآت متغيرة على حسب مجهوده وشغله وقيمة الخدمات اللي هيقدمها، ووافق سمير على الشغل مع جونسون.
لحد ما جنسون وثق في سمير وشاف في سمير شخصية بتكره مصر والمصريين وجمال عبد الناصر، واعترف لسمير ان هو ضابط بالموساد، وقال له سمير ان هو كده يقدر يقدم خدماته لإسرائيل ونفسه مفتوحة للشغل، واتفقوا على الشغل الجديد. وبدأ جنسون يدرب سمير على الكتابة بالحبر السر وعلى نظام الاتصالات والتعامل مع الأجهزة، واعطى سمير مبلغ مال كبير ومجلة صغيرة. المجلة فيها اعلان عن نادي ليلي في روما ومطبوع فيها صورة سمير وهو بيغني في النادي ده، بحيث يكون في مبرر للثراء والفلوس اللي هتظهر مع سمير في مصر بعد كده. سمير حس ان هو قدام معلومات خطيرة، خاصة وان من بين المعلومات اللي وصلت له المخطط اللي تبنته اسرائيل لاغتيال المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري والرئيس جمال عبد الناصر. ومجرد ما رجع للقاهرة فورا توجه لمقر المخابرات العامة المصرية اللي كان بيتولى رئاستها اياميها صلاح نصر، وهناك طلب مقابلة صلاح نصر شخصيا. حاول الضباط يسألوه عن السبب، رفض الاجابة وقال ان معاه معلومات مهمة جدا وخطيرة جدا. وجي صلاح نصر تحت أمره، قال له عايز أقابل رئيس جمال عبد الناصر وبشكل سريع جدا، لأن عندي معلومات مهمة وخطيرة ما ينفعش إن أنا أقولها لحد تاني غيره شخصيا. حاول صلاح نصر إن هو يعرف منه أي معلومات، إلا إن هو رفض يتكلم. صلاح نصر قال له هنرتب لك لقاء مع الرئيس وهنتواصل معك بعد كده. سابوه لمدة شهر كامل. خلال الشهر ده بدأوا يبحثوا كل شيء عن سمير الإسكندراني وتاريخ حياته وتنقلاته ومين اللي قابلهم برا وجوه. اكتشفوا إنه فعلا التقى بأجانب كتير، واستنتجوا إن عنده معلومات مهمة وخطيرة عن إسرائيل فعلا، خاصة وإن الصراع ما بين مصر وإسرائيل وصل لقمته أياميها. والتقى سمير بالرئيس جمال عبد الناصر. سمير حكى له كل شيء، وكان حاضر الجلسة دي صلاح نصر مدير جهاز المخابرات المصرية، وقدم سمير لعبد الناصر الشنطة اللي أخدها من جونسون. وبين الثلاثة سمير وجمال عبد الناصر وصلاح نصر تم فض محتويات الجيوب السرية بالشنطة وكل العملات الأجنبية الموجودة فيها، بالإضافة طبعا للحبر السر وغيرها من أجهزة وأدوات التجسس. وحكى سمير عن الخطة الجديدة لاغتيال إسرائيل للمشير عبد الحكيم عامر بعد ما فشلت محاولات إسرائيل السابقة لنسف طيارة إليوشن 14 سنة 1956 في الجو، واللي كانوا متصورين أن عبد الحكيم عامر جواها، وكانوا مجندين جاسوس مصر للعملية دي اسمه إبراهيم رشيد. وكشف سمير كل المعلومات المتعلقة باغتيال الرئيس جمال عبد الناصر هو كمان عن طريق وضع سم طويل المدى في الأكل بتاعه، وكل المعلومات دي تعرفها سمير من جونسون نفسه. سمير بعد ما خلص كلامه قال له جمال عبد الناصر أظن إن دورك لسه ما خلصش يا سمير، مش كده؟ رد عليه سمير وقال له أنا رهن إشارتك يا ريس. قال له جمال عبد الناصر صلاح نصر هينسق معاك خلال الأيام اللي جاية هو ورجالة المخابرات. وأخذوا صلاح نصر وأوكل بيه لبعض ضباط المخابرات المصرية اللي دربوه على كل وسائل التجسس وأساليب التلاعب بخبراء الموساد، واستوعب سمير الأسكندراني المسألة بشكل سريع جدا. وبدأ سمير يبعت كل المعلومات اللي عايزها جونسون أول بأول، وكل كم خطاب يبعت يشتكي لجونسون أنه هو محتاج فلوس ويهدده بالتوقف عن الشغل. وكل ده طبعا كان بالتنسيق والترتيب مع ضباط المخابرات المصرية في ذات الوقت اللي كان بيبعت للموساد عشرات المعلومات والصور المهمة، واللي خلتهم يتأكدوا أنه هو عميل مهم جدا ومش سهل أنهم يضحوا به لأي سبب من الأسباب. ووقع الموساد في المصيادة، طلبوا من سمير أنه هو يتأجر صندوق بريد عشان يدبروا تزويده بالفلوس اللي عايزها، ووصل على صندوق البريد $3000 في عدة خطابات، وكلها كانت واصلة من جوه مصر. وبدأت المخابرات المصرية تتأكد ان في شبكة جواسيس كاملة جوه مصر شغالة بشكل خطر جدا مع الموساد الإسرائيلي، وبدأت خطة المخابرات المصرية لصيد الشبكة كلها. في نفس الوقت اللي الموساد بعت رسالة لسمير طلب فيها منه الحضور بسرعة لروما، وهناك خضع لاستجوابات صعبة جدا واختبارات عن مدى صدقه، ونجح فيها كلها لأن المخابرات المصرية دربته على كل حاجة متوقعة من الموساد، وزادت ثقتهم في سمير أكتر بعد نجاحه في الاختبارات دي. ورجع من روما ومعاه تعليمات وأوامر وخطة عمل جديدة، وبناء على تعليمات الموساد اتأجر شقة في شارع القصر العيني وسط القاهرة، وبدأ يبعت ليهم الشغل المطلوب. ثم في رسالة جديدة أبدى تخوفه من إرسال الأفلام اللي صورها في المناطق المطلوبة بناء على تعليماته، قال ليهم أنه خايف أن هي تقع في إيد الأمن المصري، وده طبعا كله بالترتيب مع مخابرات مصر طبعا. وبناء على تخوفاته ديت طلب الموساد منه ان هو يبعت الافلام ديت على صندوق بريد تاني في اسكندرية، وقالوا له ان صاحب صندوق البريد هيتولى ارسال الافلام ديت بمعرفته، وهو ده سعادتك اللي عاوزه رجالة المخابرات المصرية. كانوا عاوزين يوصلوا لشبكة الموساد في مصر كلها، ومن خلال اخضاع صندوق البريد باسكندرية للمراقبة وصلت مخابرات مصر الاول طرف في الشبكة، وتم مراقبة اول طرف ومين اللي بيتعامل معاهم، وتم اكتشاف اضخم شبكة التجسس عرفها التاريخ في بدايات القرن، وكلها
كانت من الأجانب المقيمين في مصر واللي كانوا شغالين في حرف ومهن مختلفة. ونجح سمير الإسكندراني إن هو يقنع الموساد الإسرائيلي بإرسال واحد من رجالتهم للقاهرة لمساعدته في شغله، وكان الراجل ده اسمه جودسوارد واللي وصل متخفي للقاهرة. فتتبعته المخابرات المصرية أول بأول لحد ما وصلت لمحل إقامته وراقبت كل اتصالاته السرية. ومن بين الناس اللي كان بيتعامل معهم جودسوارد ده واحد اسمه رايموند بيترو، وده موظف بفندق بالقاهرة، والتاني هيلموت باوخ وده دبلوماسي بسفارة أوروبية واللي أمه أصلا يهودية، وده بيتولى عملية إرسال المعلومات والأفلام للموساد في حقيبة الدبلوماسية. وألقت المخابرات المصرية القبض على واحد من أفراد الشبكة وتحفظت عليه من غير ما حد يعرف، وطلبت المخابرات المصرية منه إن هو يبعت رسائل للموساد زي ما كان بيبعت قبل كده، لحد ما كشفت مخابرات مصر الشبكة كلها. وكانت أقوى ضربة وجهتها المخابرات المصرية للموساد الإسرائيلي، لدرجة إن رئيس الموساد وقتها استقال بسبب الضربة اللي تلقاها الجهاز الإسرائيلي في عهد. وعرف الموساد الإسرائيلي إن سمير الإسكندراني ورا الضربات اللي تم توجيهها للموساد بالشكل ده، فقرروا ينتقم منه، لكن سمير كان في حضن القاهرة لحظتها، فقرروا ينتقموا من سامي أخو سمير المقيم في النمسا، وبعتوا لسمير إن هما هيقوموا بتصفية أخوه انتقاما من اللي عمله، وما كانش الموساد الإسرائيلي يعرف إن مخابرات مصر وصلت لسامي في النمسا قبلهم، ورجعته في نفس يوم إلقاء القبض على شبكات الموساد كلها بمصر. وبعد ما نجحت مصر في تنظيف نفسها من كل عناصر الموساد، سمح جهاز المخابرات المصرية سمير الإسكندراني إن هو يرجع لفنه والعالم الخاص بتاعه، وانطلق سمير الإسكندراني في عالم الفن وأبدع بأغاني عاطفية ووطنية كتيرة، واللي كان من بينها قدك المياس، مين اللي قال، يا جميل، طلع من بيت ابوها، وابن مصر. ووصلت شهرته لدرجه ان هم لقبوه باسم طاووس الاغنيه المصريه. ويوم الخميس 13 اغسطس سنه 2020 رحل ثعلب المخابرات المصريه سمير الاسكندراني عن دنيتنا عن عمر بلغ 82 سنه. ما كانش غريب ان جهاز المخابرات المصريه ينعي في جريده الاهرام ويقول في النعي ده: المخابرات العامه المصريه تنعي بمزيد من الحزن والاسى الفنان سمير الاسكندراني الذي قدم لوطنه خدمات جليله جعلت منه نموذج فريد في الجمع ما بين الفن الهادف الذي عرفه به المصريون وبين البطوله والتضحيه من أجل الوطن. رحل سمير الإسكندراني وفضلت سيرته وتاريخه وبطولاته ووطنيته ذكرى هتخلدها كل الأجيال.